خبر آخر مشاهدينا الكرام عن وزارة التضامن الاجتماعي، خلوني أبدأ مع حضراتكم من بداية القصة. كان في 2006 بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية حساب المعاشات أو من يستحق المعاشات بدون إضافة 80% من العلاوات اللي كان بيحصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنين أو آخر 5 علاوات قبل ما يتحال على المعاش، وده بالمخالفة للقانون. الحقيقة بناء عليه هذه المجموعة المتضررة كانت رفعت قضية، وبعد ذلك اتحكم لها، وردا على ذلك وزارة التضامن كانت طعنت، والحقيقة انه قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون. ده معناه انه الحكم لم يعد نهائي. الحقيقة طلعت بعض الإشاعات انه المسألة نافذة، انه الموضوع هيتم تطبيقه وهيتم تطبيق هذه العلاوات. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل الحقيقه وراء هذه المساله. معنا دكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزاره التضامن، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذه لما، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. عايزين اعرف يا فندم او توضح لينا حقيقه مساله اضافه بالفعل 80%، ولا احنا عارفين انه لسه القضيه يعني لم ينظر فيها او الحكم ما فيش حكم فيها لم يحسن فيها بعد. بص، بداية أنا بس ليا تعليق على الاسترابة اللي موجودة على الشاشة اللي بتقول وزارة التضامن تنفي ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. إحنا لا نفينا ولا أثبت. هي في زميلة صحفية تفتقد لكثير جدا من المهنية، النهاردة ذكرت على لساني تصريح بأن إحنا بننفي ضم العلاوات. إحنا لا نملك نفي ضم العلاوات أو إثباته، الأمر موجود أمام القضاء وهي قضية متداولة في المحاكم منذ فترة طويلة جدا، واحنا بنحترم تماما القضاء وبنحترم كلمة القضاء ولا نتدخل بأي شكل من الأشكال للتأثير عليه. وبالتالي منذ صدور الحكم احنا لم يصدر من قبلنا في وزارة التضامن أي تصريحات غير ان احنا ننتظر الحكم النهائي، وإذا كان الحكم النهائي من المحكمة بضم العلاوات الخمس هتكون الحكومة المصرية ملزمة بتطبيق الحكم النهائي. اسمح لي يا دكتور، لم يكن اتفضلي. طبعا احنا بنحترم كل زمايلنا الصحفيين والاعلاميين، بس عايز اعرف موقف الوزاره. يعني حضرتك المساله لم يحسن فيها بعد، في موقف حالي في ظل او في يعني احنا بنتكلم عن اشاعات طلعت انه 80% هيتم تطبيقها، رد حضرتكم ايه يا فندم؟ يا فندم، ما هي الاشاعه دي تصدر بناء على ايه؟ هذه قضية منظورة أمام المحكمة. ما هي موجودة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بالظبط، ما هو احنا لا، في أمور يحكمها العقل ولا يحكمنا فيها الإشاعات السوشيال ميديا. هذه قضية محكومة أمام المحاكم، يعني منظورة أمام المحاكم ولها قرارات بالتأجيل ودرجات تقاضي. هل يجوز إن احنا ننفي أو نثبت أمر هو في يد المحكمة؟ احنا لا نملك هذه، يعني هذه قضية لا نملك حتى إبداء الرأي فيها، فبالتالي لا نملك إثبات أو نفي هذا الأمر. كل ما حدث زميل برضو التقط خيط من على السوشيال ميديا، بس إحنا بيسأل السوشيال ميديا كاتبين إن في واحد قاعد جوه التأمينات بيدي للناس استمارة، الناس تروح تملى الاستمارة دي فينزل لهم ال5 علاوات. فسألني على الجروب الخاص بالصحفيين في الوزارة هل الكلام ده صحيح؟ فأنا قلت له الكلام ده مش صحيح. اللي هو ايه الكلام اللي مش صحيح؟ ان في حد قاعد في التامينات بيدي الناس استماره علشان خاطر يملوها فيحصلوا على العلاوات. او يعني ده مش رد يا فندم، حضرتك رديت انه كلام مش صحيح. لا ده على ايه يا فندم؟ مش على العلاوات، على ان في شخص موجود لديه استمارات في التامينات. لكن فكره والامر ما كانش تصريح مني ولا نفي. ده بيتكلم على اجراء بيتم في التامينات، وان الناس هناك واقفين كلوبات، والهيئه القوميه للتامينات بالنظام. ما هو يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك، هو احنا محتاجين تصريحات او نفي، لانه حتى رئاسه الوزراء بتطلع كل اسبوع بيان في تصحيح للاشاعات اللي بتحصل، فاحنا محتاجين ده. يعني هي مساله غير ضاره بالمره يا دكتور، بالعكس احنا في حاجه لهذا. لا بص، احنا بنرد بالفعل بشكل دوري على الاشاعات اللي بتخرج فيما يتعلق بموضوعات، زي ما كان في اشاعات عن وقف بعض الناس الدعم النقدي لبعض الاشخاص، أو الرد على ما يتعلق بمساعدات التضامن الاجتماعي وغيره. ولكن هذه الأمور المنظورة أمام المحاكم لابد أن يكون في تعامل مهني معها، وإحنا كجهة رسمية وكوزارة من الوزارات
وطرف في هذه الدعوه، لابد ان احنا نكون في منطقه احترام القضاء وانتظار الحكم، ولا نعلق سلبا ولا ايجابا. انا ما اقدرش، انا بقول ده لوحك، انا لو انا نفيت الجزء الخاص بان في شخص قاعد في التامينات بيوزع استمارات، ده الجزء اللي احنا قلنا ان هو مستحيل، ما عندناش حد بيعمل كده. لكن ان احنا ننفي الضم او اثبات الضم، هذا امر ادانه. بشكرك يا دكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن.